بصبح عليكم مشاهدينا، بنستعرض دلوقتي مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي، ومكملة لحد ميدان العباسية اللي بيشهد هو كمان كثافات نسبية إنما بسيطة. هنفضل مكملين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات بسيطة وغير مؤثرة. هنكمل ونروح كوبري الجلاء، وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة، هتبدأ كمان تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. لو بدأنا طريقنا من شارع شبرا هنلاقي هناك كثافات مرورية. هنفضل مكملين وماشيين لحد ما نوصل لكوبري أبو وفية، وهناك في كثافات مرورية بتبدأ تظهر بشكل كبير واحنا نازلين من الكوبري أثناء اتجاهنا لشارع منشية الجمل وسكة الويلي. وعلى سكة الويلي في كثافات مرورية كبيرة بتزيد بشكل ملحوظ أثناء صعودنا على كوبري القبة، وبعد نزلة الكوبري الكثافات هتبتدي تقل بشكل تدريجي وتختفي تماما. نروح لحد باب الشعرية ولحي باب الشعرية، ونبدأ من ميدان الحي اللي بيشهد سيولة مرورية نسبية. ناخد طريق شارع الجيش وهنكمل وندخل على شارع البنهاوي اللي في أوله بتظهر كثافات نسبية بسيطة، وهنكمل لحد الآخر علشان نوصل لشارع الدراسة، وهناك هنلاقي سيولة مرورية مكملة لحد آخر الشارع. نكمل جولتنا في شوارع محافظة الجيزة، بالتحديد من الطريق الدائري اللي قادم من أكتوبر تم غلقه كليا بمنطقة القوس الغربي المريوطية، مع غلق مطلع الدائري من طريق اسكندرية الصحراوي للي جاي من اسكندرية وفي اتجاهه للرماية، وده ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري، وبيتم تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القادم من طريق الواحات واتجاه أعلى طريق اسكندرية الصحراوي للنزول لنفق حازم حسن ومنه لطريق اسكندرية الصحراوي، واستخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو الطريق السياحي، كل دي طرق بديلة عن الطريق الدائري القادم من وصلة حازم حسن من جهة طريق اسكندرية الصحراوي، بيتم تحويله بالكامل لمطلع الطريق الدائري من حازم حسن اتجاه طريق الواحات. طبعا كل التحويلات دي عملت كثافات مرورية إضافية على محور 26 يوليو اللي قادم من أكتوبر، وهناخد بالنا من غلق ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرابي. كمان الإدارة العامة للمرور الجيزة أجرت مجموعة من التحويلات المرورية لتفادي حجم الكثافات، وده طبعا مأثر على شارع جامعة الدول العربية ومسبب لبعض الكثافات. أما المحور المتجه لأكتوبر فيه سيولة مرورية. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية، وكل ده بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه للطرق البديلة اللي تم تحديدها مسبقا. كمان ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية، وكمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق لحد العشرين. كمان ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت فيه كثافات مرورية بتبدأ تزيد طبعا مع الاتجاه لجامعة القاهرة. هنروح لمحافظة أسيوط واللي هنبدأ فيها جولتنا من أمام مستشفى الجامعة اللي بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي فيه سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط كمان فيه سيولة مرورية. نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية، وبالتحديد من ميدان أحمد جويلي، وهناك بتظهر كثافات مرورية إنما غير مؤثرة. بعدها هنروح لشارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية والزقازيق اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة جدا. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد بداية شارع 6، وفي الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة وهتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض.
ونروح لطريق احمد ابو زيد، وهناك في سيوله مروريه مكمله لحد طريق اسكندريه الاسماعيليه الزراعي، وهنفضل ماشيين لحد المنطقه الصناعيه، وهناك هنلاقي كثافات مروريه متحركه. دي كانت جولتنا المرورية، وناخد بالنا ان في امطار ممكن من 50-60% في بعض المناطق، ومن 30-40% في بعض المناطق التانية. كمان في نسبة رياح ممكن تقابلنا على الطرق النهاردة، وشبورة طبعا موجودة على اغلب الطرق الزراعية والصحراوية والساحلية. نلتزم بالتعليمات المرورية، توصلوا اشغالكم وبيوتكم بألف سلامة. هنرجع مرة تانية لمصطفى جمانة نبدأ معاهم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا كلامي، شكرا جزيلا.